سورة القلم أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي، أسباب النزول لبعض الآيات المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية 4. أخبرنا أبو بكر الحارثي عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. ولذلك أنزل الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الآية 51. نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وكانت العين في بني أسد حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها، ثم يقول: يا جارية خذ المكتل والدرهم، فأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحرى. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة، ثم يرفع جانب خبائه فتمر به النعم فيقول: ما رعي اليوم إبل ولا غنم أحسن من هذه، فما تذهب إلا قريبا حتى يسقط منها طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويفعل به مثل ذلك، فعصم الله تعالى نبيه وأنزل هذه الآية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع التلاوة المباركة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.